والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أم أننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى؟ إذن كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن لا ننصره في أنفسنا وبين أهلينا؟ نغضب ونخرج في مظاهرات عارمة للتنديد بالرسوم المسيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو النرويج أو السويد أو أي من البلاد الغربية أو الشرقية الكافرة؟ وما هي إلا عاطفة لا تلبث أن تثور حتى تغور، ثم ننسى الأمر. ولو رجعنا إلى الحقيقة لوجدنا أنفسنا من أسباب هذه الإساءة، لأننا لم نكشف حقيقة الإسلام لهؤلاء الجهلة الأغمار. هل عرفناهم بحقيقة الإسلام، بحقيقة هذه الشخصية العظيمة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا؟ هل تعلمون أن طائفة من الغربيين المحاربين أو المعادين للإسلام درسوا الإسلام بقصد تشويهه، وخاصة ما يتعلق بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ببعضهم يدخل الإسلام حين يكتشف الحقيقة أو يتأثر بهذه الشخصية العظيمة ليؤلف عنها أو فيها الكتب والمقالات والبحوث، لأنه يرى ذلك دينا عليه بعدما زال عنه الغبش، غبش الجهل الذي كان يغطي على قلبه وبصره، أو نقول على بصيرته وبصره. فإذن نحن بحاجة إلى بث هذه الدعوة في أصقاع المعمورة، بل بيننا قبل ذلك، ليعود المسلمون أنفسهم إلى الإسلام الحقيقي، لا أن يكون مجرد اسم أو انتماء بحبل أسماء عربية أو إسلامية، مع أن الواقع خلاف ذلك. ينطبق علينا قول الشاعر في مثل هذا الموضع حين يقول: ليبكي رسول الله من كان باكيا، ولا تنس قبرا بالمدينة ثاويا، جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد كان مهديا دليلا وهاديا، وكان أبر الناس بالناس كلهم، وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا، إلى أن قال: ركنا إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا المساويا، نسر بدار أورثتنا تضاغنا، عليها ودار أورثتنا تعاديا، إلى أن قال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا.